فمشاهدينا الكرام مرح هذا كتصلي بزاف فمشاهدينا الكرام مرحبا بكم في بث مباشر اخر جديد فكما كنشوفوا ما شاء الله مقبلين على هذا الماستر كلاس اللي فيه مجموعة من النساء المغربيات واللي جاو يقراو تنقاف، شوف ملي كنقول لك يقراو تنقاف في هذه الورشة من تأطير ماريا النقافة المغربية اللي جمعت اليوم نساء من مختلف المدن المغربية وحتى من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شفنا ناس ونماذج ديال الناس اللي خداو وتكبدوا عناء السفر وخداو طيارة من بلاد لبلاد باش يجيو يحضروا في هذا الفورماج. شوف لك هذيك الزغريته ديال فرنسا في خاطر الناس في فرنسا تحياتي ليك با اليوم انت حاضره مع التلميذات والناس اللي جاو لهاد الندوه هادي اكيد لهاد التكوين اللي خداو فيه مجموعه من الامور ناس هادو من مدن اخرى عاوتاني مدن اخرى قدمينا معنا مدام امال من مدينه اليوسفيه ميك اب ارتست تبارك الله ما شاء الله في هذا الميدان 10 سنين وهي فيه وغاديه زوين ولا التلميذه ديالي هاد مده عام كنصائح عنك نقرك عن بعد ياك التلميذه ديالي الصراحه انايا هضرت مع ماريا في التليفون كنتابعها في الانستغرام ولقيتها حتى هي كتشوفني في الانستغرام وتابعتها وكن وليت كنهضر معها لقيتها القلب الكبير القلب الكبير ديما كنسولها عادي كتنصحني كنتشاور معها كنهضر معها على الباسي لقيتها بحال عندنا ذوق واحد ولكن هي الحمد لله متفوق عليا بزاف الحمد لله وانا كنتمنى نوصل للنيفو اللي واصله ليه هي وهي حتى هي القلب الكبير استقبلتني ولات بحال هي الاستاذه ديالي في التليفون بارك الله فيك مبارك بك اختي هنا معنا شركه مدينه العرائش امينه امينه لله امينه من مدينه العرائش مرحبا بك شنو خليك تختاري هذا التكوين لان انا اول مره نعرفه بعدا انا تنقفت كتقرب اول مره كنعرف راه كتقرا واليوم فرحانه بزاف اللي جات عند اختي ماريا ودرنا النيه مع النقافه ماريا وفرحانه بزاف اللي اليوم انا حاضره معاها وهاد المشاركه كاملين حاضرين كلشي فرحان كيزغرت كلشي ناشطين وي 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 نقولكم واحد الحاجه ماريا اختي واعره بزاف والله والله وخلوقه شعبيه ومن هاد المنبر نقدم له واحد الاغنيه لا قبلتي عليا تغني لي اختي واعره واعره عليكم واعره وماريا واعره عليكم واعره واعره عليكم واعره حتى في الصواب بزاف عليكم واعره فرحانه بزاف والله العظيم فرحه بينا زياده واش كيما نقول الدموع كاع والله العظيم كشفت لنا الجو وخسروا الطرقان وبزاف الحوايج وفرحانين بها تسمعوا كتسمعوا الاجواء فرحانين ناشطين كيضحكوا راه صافي يعني وصلكم الميساج ما احتاجش نبقى نقولوا راه وصل الله يخليكم شكرا بزاف شكرا لكم سيدي الكرام بهذه التقاليد
التقاليد المغربيه نشوفوا ما شاء الله هكذا يتم التحضير للعرس المغربي بادق تفاصيله. روح قالت العروس المغربيه لا العروس السلام عليكم وكيف طلعت المغربيه القيل اليوم معنا شنو كيفاش قدروا انهم يعطيونا الجو ديال العرس المغربي لا من اللباس ديالهم ولا من امور فهاد النساء المغربيات اللي ما شاء الله بداو وفرحانين انهم يتصوروا مع هاد الاجواء الاحتفاليه اللي اكيد كنشوفوا ما شاء الله ما شاء الله فكاين ما شاء الله مؤهلات في هذا المجال هذا لانهم اللي كنشوفوا انهم قادرين قادرين تبارك الله صنعات المغربيات لالا حاده اكيد وحنان اللي هما نجي عندكم حاده وحنان بحولي نجي عندكم حدا وحنان هما الاصوات الذهبيه اللي كنتو كتسمعوا دابا اللي كانوا كيعشقوا على رسول الله اكيد وهما من علامات العرس المغربي فلالا حنان ولالا حاده اللي ما شاء الله ضابطين خدمتهم كيفاش انا بعدا نتوما اخطر عنصر لانكم نتوما اللي كتفيقوا على ان العروسه هذه هي كيكون مثلا معايا كتقول لي فاقره عندنا واحد اللبسه اخرى نبدا من عندك لالا حاده ولا عند حنان عند حنان السلام عليكم حنان انتما عيالات مقدسه كما كنقولوا الحمد لله مهنات المتاعب خصكم تخدموا الليل تفرحوا الناس اخرين توفقوا ما بين حياتكم الخاصه وكذلك ما بين حياتكم المهنيه اللي كتفرض عليكم انكم تكونوا في اوقات خارج المنزل في اوقات متاخره يشفي على المعاناه ديالكم كيفاش قادرين انكم توفقوا ما بين المراه المغربيه اللي عندها عائلتها اسرتها والديها اولادها ولكن مع ذلك كتقدر ترسم الفرحه على وجه العرسان في ليله العمر ديالهم الحمد لله هذه حيت حنا تنحبوا هذه المهنه ومدخلينها عاشقينها وتنبغيوها وفضل الله لماريا والسي حسن حبينا اكثر داكشي اللي صدى ربي موفقنا بين الخدمه وبين الدار وبين الوليدات وحنا ملي تنكونوا مع العروسه تنكونوا فرحانين بحال هي بناتنا كنديروهم بنياتنا وكنديروهم كنفرحوا ليهم فرحوا بحال العرس ديالنا حنا ماشي حنا خدامين فيه هذا عرس كبير الحمد لله لا داكشي اللي منين تندخلوا للقاعه ولا لدار العروسه ولا عند العروسه ولا عند حباب العروسه تنحسبوا داك الدار راه دارنا والعرس العرس ديالنا بنتنا والعريس ولدنا وهذا الشيء كامل بفضل لا مريم والسي حسن والله العظيم الله يعمرها دار بفضلهم الله والله خويا الله يعمرها دار والله العظيم ماشي زعما حيت حنا تنخدموا معاهم ولا شي حاجه راه هما هكاك ما شاء الله والله العظيم الا هما هكاك كنزيدوا قدام معاهم تنشوفوا ديما الجديد ديما المستقبل حنا تعلمنا والله الا تعلمنا منهم شحال من حاجه واخا حنايا حرفيين واخا قدام في هذه المهنه وهذه ولكن افكار واحد كتلقى كيجيب فكره جديده فهو افكار حنايا عندنا كانوا عندنا افكار ولكن محدودين غير في اللباس تقليديين حنا خدمنا قدام في هذه المهنه هذه ولكن فضل لالا ماريا والمعامله ديالها وكيفاش هي تتعرف تنسق بين هذه وهذه حنا تعلمنا منها بارك الله عليك الله يحفظك الله يكبر بك الله يخطيك اجواء مشاهدينا الكرام كنقول لكم اليوم شريك الكرام تحت هذه الغريده المغربيه كنقول لكم البث المباشر ديالنا وصلني هذه ديالو نتلاقاو في الخير بالسلام عليكم.